هذا شايفين انا معي الرنك او الجنوط مقاس 19 انش. 19 انش كمان بيجوا على نسخه الاي ام جي 63، بس هي ممكن تجي 16، ممكن تجي 17، ممكن تجي 18 على حسب الفئه اللي انت معك. فتحه السقف البانوراميه رهيبه. بنكمل حكي عن اي كلاس سيدان من الخلف، طبعا بصمه الاي 300 اللي عم بتميز الفئه اللي معنا لليوم. حساسات خلفيه بالتاكيد، وعندك الحساسات خلينا نحكيها جانبيه. التغييرات اللي صارت على الاضاءه نفس اللي ذكرتها بنسخه الكابريولي كشف، انه ما في اختلافات بشكل الاضاءه بشكل عام مقارنه بنسخه 2013 او 2012 من اي كلاس. ترتيب ال LED اختلف، يعني كانت الضوء الريفرس او رجوع للخلف كان موجود بالمنتصف، الان صار موجود بالاسفل. البامبر السفلي مختلف كمان تصميمه عن الطراز السابق. حبيت الكروم موجود عم يتناسق مع الكروم الامامي مع فتحات العدم، الكروم رهيبه. صندوق خلفي مساحه كمان رهيبه صراحه. طلعوا انتم شايفين امامكم بالصور لحالكم، ما في على التعليق. 540 لتر، وهون عندنا هيك درج صغير تحط شاي كرك اي شيء انت والشباب خالصين. بلمسه زر بيتسكر الصندوق الخلفي. هي مثل ما شايفين الان مساحه، مسافه الراس، مسافه الركب، انا مضبط المقاعد الاماميه انا سائق السياره، مسافه تحت الكراسي كمان اوكي. هلا جلد بيجي عندك عده انواع، عده الوان. كنصيحه مني انا مو عاجبني اللون الاسود، اللون الاسود يعني اعطاك سياره كانه قطعه واحدة.